لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويطيب لنا أن يتجدد اللقاء معكم من خلال برنامجكم لبيك. إن أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، أي أنها أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي الأيام المعدودات التي أمر الله تعالى بذكره فيها في قوله جل شأنه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذه الأيام هي التي يبيت الحجيج لياليها في منى، فيبيتون ليلة الحادي عشر من شهر ذي الحجة والثاني عشر، ومن تعجل يغادر منى في يوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمرات بعد الزوال أو قبله، ومن لم يتعجل يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمرات بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ثم يغادر منى بعد ذلك. وهذه الأيام الثلاثة بعد يوم الأضحى هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، كما أخبر المصطفى بذلك صلى الله عليه وسلم حول أيام التشريق وأحوال الحجيج ومشاعر الناس في هذه الأيام الفاضلة. يسرنا أن يكون موضوع حديثنا مع ضيوف الكرام هنا في الاستديو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ابراهيم السادح. حياك الله عبد الله. الله يسلمك يحفظك ويبارك فيك فضيلة الشيخ. الله يجزيك خير. ايضا الترحيب موصول بشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور اسماعيل بن غصاب العدوي. حياك الله شيخ اسماعيل. الله يحييكم ويبارك فيك. يا مرحبا، الله يحييكم. شيخنا الشيخ عبد الله، هذه الايام هي ايام التشريق، وهي الايام المعدودات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وهي كما اخبر عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولله الحمد والمنة، التشريع الإسلامي فيه رحمة، والله سبحانه وتعالى هو الرحمن وهو الرحيم، والشريعة سمحة والشريعة فيها رحمة. فمن هذه هي الرحمة أن بعد هذا اليوم، بعد ما يرمون العقبة اللي هو اليوم الأول ويطوفون طواف الركن ويسعون سعي الركن، الحاج في اليوم الثاني من العيد، واليوم اللي هو أول يوم التشريق وثالث العيد ورابع العيد، عليه أن يبيت في منى، وهذا واجب من واجبات الحج، ويرمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى. الصغرى التي تلي مسجد الخيف، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. من السنة أنه يرمي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات، ثم كما قال ابن عمر يذهب إلى يمين الجمرات ويدعو، لأن هذا موطن من مواطن استجابة الدعاء. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو كما قال أنس عن ابن عمر، أن ابن عمر كان يدعو ويطيل في هذا الموطن، لأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. ويرمي الوسطى سبع حصيات، ثم يأخذ كما قال أنس شمال يسار يأخذ، ثم يستقبل الكعبة ويدعو ويطيل في الدعاء كما فعل صلى الله عليه وسلم، وهذا موطن مواطن استجابة الدعاء. وهذا الأمر يغفل عن ما يعني كثير من الحجاج، الحاج يرمي وتلقاه يسرع
عشان يرمي الثاني ويسرع ويقول خلص الحمد لله. لا، الأصل أن ترمي بعد ما ترمي تدعو الله عز وجل، هذا موطن مواطن استجابة الدعاء، وكذلك بعد الوسطى. ثم الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكة عن يساره صلى الله عليه وسلم، ومنى عن يمينه، واستقبل جمرة العقبة ورمى بسبع عصيات، ولم يقف بعدها صلى الله عليه وسلم، هذا في اليوم الأول. ثم يبيت صلى الله عليه وسلم في منى، وهذا قلنا واجب، من ترك المبيت في منى عليه دم. ثم في اليوم الثاني اللي هو يوم الثالث أيام العيد يفعل كما فعل في اليوم الأول. هذه يعني اليوم الأول من يوم التشريق واليوم الثاني. فمن تعجل في يومين يعني بعد ما يرمي، وأكثر الناس يعني أنا مرة قعدت في اليوم الثالث، ما حد في منى إلا أنا، ما في حد. احنا جربنا سنة من السنوات ما في حد، لا احد، سبحان الله، الجميع يعني تفضى متعجلين، يعني 2 مليون كلهم عندهم شغل، هلا يعني نصفهم عنده شغل، راي يعني غريب. فلذلك الكل يتعجل، فما منى بعد اليوم الثالث ما في احد، الا نادر قليل من الناس اللي يرمي اليوم الثالث. فاصبحت هاي سنة عند الناس ان يعني الكل يتعجل، الكل يتعجل. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا المبيت في منى هذا يعني واجب من واجبات الحج. بعض الناس يتساهل فيه، يعني يروح في مكة ويقعد في مكة، يقعد ويشرب الشاي والكابتشينو ليات الساعة 11، يروح منى يقعد له ساعتين يقول طبقت السنة ويرجع. يعني الأصل في المسلم أنه عندك حاجة، مضطر، محتاج، ما تقدر تقعد، ما تقدر مثلا، ما عندك مكان، هذا أمر، لكن بس علشان والله التعب، ما بي أتعب، ما بعضهم ما يبي يعني ثياب التلعوز، ما يبي يعرق، ما يبي مكانه في الشقة في... لا نقول، لا نقول الأصل أن الإنسان يبيت الليل، كل الليل، هذا هو الأصل. إلا أنت محتاج تبيت أغلب الليل، أو عندك يعني مضطر، يعني مثل هذا اللي يسقي أو اللي يروح أو اللي عنده شغل يروح ويجي، هذا أمر آخر. لكن الأصل أن الإنسان ما يقعد في مكة، أنه يقعد في منى، يعني يطبق هذه، لأن وهي واجب من واجبات الحج. والناس الآن أصبحوا يعني يقول لك هذا صم عليه بذبح دمك، هذا لا، الأصل أنك ما تركت هلك ولا تركت يعني بلدك ولا دفعت هذه المبالغ اللي كي تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الأصل الإنسان المسلم الكيس الفصل الصادق هو الذي يطبق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها، هذا هو الأصل كما قال، يعني ويطبق السنة ولا يفعل يعني إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان الثوري: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل كما قال رحمه الله تعالى. فالأصل أن المسلم يعني يحرص في هذه الأيام الطيبات المباركات على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا. دكتور إسماعيل الله يحسن عليه، يحسن إليك، من تيسير الشارع يعني في هذا اليوم، الوقت وقت الرمي يعني ممتد إلى الليل، يعني وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن الآن أغلب الفتاوى على جواز الرمي حتى ليلا، الرمي قبل الزوال، وهذا من باب التيسير والتخفيف على الناس، لا سيما والوقت حار، يعني حتى أن الحجاج وصلتهم رسائل بضرورة عدم الخروج من المخيمات ما بين الساعة تقريبا 12 إلى 14 لشدة الحرارة. فهذا يعني والمشقة تجلب التيسير، القواعد الشرعية المعروفة، يعني فينبغي التقيد بتعليمات بعثة الحج القطرية، أو أيضا الأمر سهل في الخروج يعني ولو كان متأخرا مثلا أو ليلا على سبيل المثال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل هذا يعني بس أريد من باب التأكيد لما ذكره فضيلة الدكتور،
النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أفضل الأيام قال أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر، وهو أول أيام التشريق. وتسميته يوم القر لأن الحجاج بعد ما يكثر تنقلهم ويروح يذبح ويروح يطوف ويروح يسعى ويرمي الجمار وجايب مزدلفة ورايح إلى مكة وراجع إلى ميناء، فهذا اليوم يوم حركة وتنقل، اللي هو بالأمس اللي هو يوم العيد، يوم العيد، يوم العيد. نعم يوم العيد اللي هو يعني يوم النحر، وبعده اللي هو أول أيام التشريق اللي هو اليوم دكتور. نعم اليوم، نعم اليوم. فهذا اليوم يسمى يوم القر لأن الحجاج يقرون في ميناء، خلاص استقروا في ميناء بعد التنقل اللي مضى، الآن هم استقروا في ميناء. والأصل في الحاج أنه يبقى في ميناء ليلا ونهارا، هذا هو الأصل. والبقاء في الليل آكد، لأن وعليه ذلك ذكر المبيت في ميناء، وإلا ليس المبيت فقط هو المطلوب، وإنما المطلوب هو البقاء في ميناء طول المدة. وهذا له حكمة في الشرع، ومن حكمة ذلك أن الناس يحصل بينهم تعارف وتآلف ويحصل بينهم تذاكر، فإذا استقروا في المكان وجلسوا فيه سأل عمن حوله وجلس معهم وحادثهم وعرف أحوالهم وتعرف عليهم، وهذا فيه مصالح دينية مصالح دنيوية، فالتاجر يتعرف على البلاد الأخرى والتجار وما عندهم من سلع، وطالب العلم يفيد ويستفيد ويسأل الناس عن بعضهم البعض، فللشرع في ذلك حكمة كبيرة. فلما أهمل الناس ذلك وصارت أيام منى أيضا ليس فيها استقرار، فصار الناس أيضا في تنقل دائم، وهذا يسبب الإرهاق للحاج، وأيضا يعطل الحكمة الشرعية من مبيت في منى لتعارف الحجاج. ومثل ما ذكر فضيلة الشيخ وذكرتم الله يحفظكم، يعني التعجل لمن يحتاج إلى ذلك، ولكن الناس الآن كلهم يتعجلون، وفي الحقيقة هم يذهبون يجلسون في مكة وربما يجلس ليس يوم أو يومين، خمسة أيام ستة أيام. فالحقيقة السبب في ذلك أو من الأسباب فيما يبدو لي والله دكتور، هذه الصور مباشرة الآن. نعم. من المرجم هذا. اي نعم صحيح. ما شاء الله الطوابق المتعددة، أظن أربع أو خمس طوابق، ما شاء الله تبارك الله. هذه يعني نعمة كبيرة سهلت على الحجاج يعني الأداء هذه المناسك. شوف الشيخ الأعداد متجهة. نعم. الآن إلى نعم نعم إلى المرجم. نعم نسأل الله يتقبل منا ومنهم. المقصود فيك من كلامنا هو اعتياد الناس الرفاهية وحبهم لهذه الرفاهية واعتيادهم عليها هو الذي سبب لهم التهاون ويعني التكاسل عن يعني القيام بهذه الواجبات يعني أو هذه الأعمال، بغض النظر هي واجبة أو مسنونة، على الوجه الصحيح. وهذا الداء، داء الرفاهية، هو داء خطير يعني، وقد يكون سبب في مصائب تحل بالأمة كثيرة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كان يحذر من ذلك، وكان يقول اخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم، وقال اخشوا شنو وتمعددوا أيضا، يعني خذوا بأخلاق العرب وسلوكهم إلى غير ذلك. فهذا فقط يعني كنت من باب التأكيد على ما ذكره الشيخ جزاه الله خير. نعم. وأما ما ذكرتم يعني من هذا الأمر، فلا شك أن الدين الإسلام دين يسر، ومعنى أن الإسلام دين يسر أي أن ما جاء فيه من تشريعات هي اليسر، وليس معنى ذلك أن اليسر هو الدين، لا، الدين هو اليسر، يعني ما شرعه الله عز وجل هو اليسر. ولذلك لما شرع الله عز وجل الرمي شرع ثلاثة أيام ويومين يعني لمن شاء، ومن يعني لم يتعجل ثلاثة أيام، ما شرعه 20 يوم ولا شهر، والمبي وعرفه وقوف يوم واحد ولم يجعله أسبوع فيشق على الناس. والخروج في وقت الحر يعني تفادي الخروج في وقت الحر لا بأس به، والسنة كذلك جاءت في دكتور في الظهر. إن أذنت لنا نرجع الإجابة، لا لأن السلطان معنا. نعم في نعم من نعم منى نعم. ننتقل وإياكم أيها المتابعون إلى منى مع نديب قناة الريان أخونا سلطان بن محمد النعيمي. سلطان الكلمة معك إن شاء الله. تقبل الله
منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام أنتم بخير. يا هلا ومرحبا فيك شيخي، حيا نمسي عليك وعلى مشاهدين ومستمعين الكرام، متواجدين معاكم في مشعر منى، واليوم يبتدون بعد قليل برمي الجمرات ونشوف التفويج ونشوف الحجاج يذهبون إلى رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى. مشاهدينا الكرام، معانا السيد خالد بن سالم الشامي، عضو في وحدة خدمة المشاعر. الله يمسيك بالخير وعيد الله عليك مبارك. يمسيك بالنور والبارك، الله يسلمك، شلونك؟ الله يسلمك، الله يجزاك خير. أخوي قل لنا عن عملكم وتحضير المخيمات في المشاعر، خصوصا أن أنتم جون قبل الحجاج وتسافرون أيضا بعد الحجاج. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك أحب أقدم أسمايات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد وإلى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني والشعب الكريم. بداية سألتني عن دورنا وعملنا في وحدة المشاعر. احنا الوحده اللي هي همزه الوصل بين بين الحملات والمقاوله. يعني احنا اول شيء تقريبا في مجموعه منا هم يجون اول شيء يجون في البدايه عشان يشرفون على الانجاز وعلى سيران العمل في الخيام في منى وعرفه ومدى مطابقتها للشروط قبل ما نسلمها الحملات. والحمد لله ان شاء الله يعني حاولنا قد ما نقدر، وان شاء الله يعني باسرع وقت ان حتى السنه هذه سلمنا الحملات، سلمناهم الخيام يعني مدة قياسية يعني ما صارت من قبل. نعم، هذه بالنسبة حق المخيمات. وأيضا عندنا بالنسبة للمطاعم، كيف يتم التنسيق مع المطاعم وتوفير هذا اللي احنا نشوفه؟ الله يعطيكم الصحة والعافية، كل شيء موجود، من آيس كريم، من وجبات، من بارد، من ماي، من ماي زمزم، الله يبيض وجهكم، أيضا كوفيات، كل شيء موفرين، الله يعطيكم الصحة والعافية. نفس الشيء السنة هذه بعد استحدثنا داخل الوحدة نفسها شعبة صغيرة اسمها وحدة الإعاشة أو شعبة الإعاشة. فهذه الشعبة كانت مختصة أن تتابع مع أو اختيار المطاعم، وردي اختارتها اللجنة، لجنة الحج في البداية، وبعدين احنا بس قمنا نختار البوفيهات معاهم، نوعية الأكل اللي تقدم، حتى طريقة التقديم في الثلاجات أن هي أول شيء تكون مبردة قبل ما تنحط في الثلاجة. فيعني كان يعني حتى حاولنا نختار أكثر شيء اللي عليه طلب، والناس اللي يعني مثل عصائر، بعض العصائر اللي يحتاجونها، والبس المشروبات الغازيه اللي اكثر شيء اللي نشوف عليها طلب اكثر شيء من الحجاج. الله يبيض وجهكم. زين، ما مدى رضا الحجاج على خدمتكم هذه السنه بحكمكم تروحون وتشرفون وتشوفونهم وتقعدون معاهم؟ والله الحمد لله، يعني نشوف الناس يعني قاعد تشكر، وكل ما نمر بمكان يشكروننا، ويمكن انت بعد تسالهم اكثر، ممكن يعني يمكنهم يحرجون منا وياك ان شاء الله يقولون. الله يبيض وجهكم وعساكم على القوة. أبدا الكل مستانس على الخدمة، يعني الحمد لله عمل كبير جبار تقوم به وحداتكم أيضا وحدات الأخرى وجميع العاملين في البعثة. شكرا لك يا خالد، شكرا. الله يسلمك، الله يسلمك. مشاهدين الكرام، أيضا معنا أحد الحجاج، يا مرحبا يا عبد الله. يا مرحبا، وسهلا فيك. كل عام وانتم بخير وعيد الله عليكم مبارك. وانت بخير وصحة وسلامة، والله يجزاكم خير. قل لنا شون الحج معك، هاي أول مرة تحج؟ هذه الحمد لله هاي ثالث حج لي، حجيت من قبل. الأشياء اللي كانت قبل تفادوها في هالسنة بشكل غير طبيعي، اللهم لك الحمد. المخيمات كلها مكيفة، مشاعر منى، عرفات، حتى روحتنا المزدلفة، اللهم لك الحمد كلها متيسرة. يعني البعثة القطرية مشكورة على الجهود اللي تقوم فيها في إقامة هذا المشاعر صراحة. الله يكتب أجرك إن شاء الله، وما باقي إلا يومين إن شاء الله، وبإذن الله بعدها نطوف ونتحلل بإذن الله، والله يكتب حجتك إن شاء الله ويكتب أجرك. رسالة توجهها لأهلك اللي في قطر وطمنهم عليك. والله يا حب، أول شيء عايد عليهم، هالسنة ما كنا وياهم في العيد، وفقدنا العيال وفقدنا الإخوان وعيال العم كلهم، ولكن إن شاء الله بعد كم من يوم راجعين لهم. واللي ما حج يعني أنصح الصراحة يستغل الفرصة، لأنه بإذن الله الحجات الجاية كلها بتكون ميسرة بشكل أكثر من الحين. يعني اللهم لك الحمد، اللي شفناه يعني أكيد بنشوف تطور من البعثة القطرية أكثر وأكثر. الله يعطيك الصحة والعافية ويكتب أجرك إن شاء الله. شكرا لك يا عبد الله، شكرا. الله يجزاك خير في صدق. مشاهدينا الكرام، يواصل الحجاج يعني رمي الجمرات والذهاب الآن إلى الجمرات ورميها ومن ثم يتم يعني اللي يبات في منى او يقعد لمنتصف الليل، وبعدها يروح الى السكن ويجي قبل الغروب ثاني يوم
ويرمي الجمرات. اليوم هي أول الأيام، وإن شاء الله للمتعجل بكرة آخر يوم، أما اللي قاعد يعني فبقى له يومين إن شاء الله، والله يكتب أجرهم ويكتب أجر الحجاج. هذا ما لدينا من مشعر منى، ونرجع لكم إلى الاستوديو. جزاك الله خير يا سلطان، الله يجزيك خير، بيض وجهك، يكتب أجركم، وجزا الله خيرا يعني الجهود المبذولة من جميع الطواقم، من سواء كان من الإخوان في البعثة، من الأخوة أصحاب الحملات. نسأل الله أن يكتب أجرهم ويجعله في موازين حسناتهم، وأسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم. دكتور، نعود إليك في مسألة التيسير، ويعني الفتاوى التي يعني ينبغي الأخذ بها يعني في حال تعذر أحيانا يعني أداء بعض العبادات في أوقات معينة. الدين يسر كما ذكرتم، وليس اليسر في الدين، الدين هو اليسر، اتباعه هو التيسير، اتباعه هو المنجي للإنسان في الدنيا والآخرة. نعم، هو كذلك حفظك الله. يعني ما شرع الله عز وجل لعباده لم يشرع لعباده شيء فيه حرج عليهم ويخرج عن استطاعتهم وقدرتهم، ومتى ما وجد العجز يسقط الوجوب كما هي قاعدة أهل العلم في ذلك. ولكن يعني أيضا لابد من التنبه يعني إلى تفاصيل متعلقة بالأحكام. ما أشرتم إليه يعني مثلا الآن بالنسبة لرمي الجمرات، طبعا من المعلوم أن رمي الجمرات يبدأ بعد الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا كنا نتحين ونترقب وقت الزوال، فإذا زالت الشمس ذهبوا ورموا الجمرات، فهذا هو الوقت الصحيح للرمي، أن يكون بعد الزوال. ثم بعد ذلك العلماء ذكروا إلى متى ينتهي هذا الرمي، فطبعا قال بعضهم ينتهي وقت الرمي إلى غروب الشمس، لأنه بغروب الشمس ينتهي اليوم. وجاء في بعض الأثار في بعض الأحاديث أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شعرت رميت مساء، فقال لا حرج. فقيل أن المقصود بالمساء يعني ما قبل المغرب، وقيل ما بعده. وعلى كل حال يعني الرمي يعني فيما نص عليه العلماء أن وقته يمتد، يعني يبدأ بعد الزوال، ومن استطاع أن يرمي قبل غروب الشمس فهذا هو الأفضل، ما تيسر له فيرمي في أثناء الليل لليوم الذي قبله وليس في الليل لليوم الذي بعده. يعني اليوم مثلا نعم الحادي عشر، نعم اليوم ممكن يرمي بعد المغرب، ممكن يرمي بعد المغرب، يعني الاثنين في الليل أو بليلة الثلاثة. نعم، يعني نعم. هي المقصود بها هذا. نعم، هو هكذا. يعني له ذلك. فإذا يعني كان الحر شديدا وشق عليهم ذلك فلا بأس أن ينتظروا برودة الجو. نعم. ونظير ذلك أيضا في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر إذا كان وقت شدة الحر يبردون. يعني ومن وجد من نفسه القوة حقيقة وليس توهما، لأن بعض الناس يقول أنا أقدر وبعدين يروح ويطيح، لا، لابد يعني يكون ذلك بحقيقة، فليس عليه حرج. ومن أراد أن يأخذ بالتيسير فأيضا هذا أمر واسع ولا حرج على ذلك. والحمد لله رب العالمين، يعني كما ذكرتم أن الله عز وجل دين الله هو الحنيفية السمحة، ليس فيه حرج ولا فيه مشقة، وهذا من يعني مما تتميز به شريعة الإسلام. وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، ملة أبيكم إبراهيم. نعم نعم نعم. الله يحسن إليكم مشايخنا. استأذنكما واستأذنكم أيها المشاهدون الأعزاء في فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا حول أيام التشريق مع ضيوفنا هنا في الاستديو. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واضح. مرحبا بكم أيها المشاهدون الأعزاء، عدنا إليكم من جديد. هنا معنا في الاستديو مع الدكتور عبد الله شيخنا، الله يحسن إليك. هذه الأيام أيام فاضلة،
لا يجوز صيامها. نعم. هي كما أخبر عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. نعم لم يجوز صيامها، ولكن ينبغي على الإنسان أيضا أن يعني يحرص الإكثار من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعدودات، الحرص أيضا على التكبيرات، أسيما التكبير المقيد، أدبار الصلوات يحرص فيها. يعني من لم يضحي لا زال وقت مجال لذبح الأضحية. الأعمال كثيرة والأجور كبيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد. هذه الأيام أيام أكل وشرب، وهي أيام طيبات قلنا وأيام مباركات. بعض الناس يعني إذا قام بالطاعات من طبيعة الإنسان أنه يعني يشعر بأنه قام بعمل كبير فيتفلت بعد ذلك، أو يعني يعطي نفسه مثلا في عيد الفطر مثلا، خلنا نقول بعد ما يقضي 30 يوم صيام وقيام وتراويح وتهجد وختم القرآن مرة مرتين، فلذلك إذا جاء العيد يعني يبحبح شوي. نعم. فالأصل لا، الأصل أن العيد يوم عبادة. يعني تبدأ أنت عيد الفطر تبدأ بعبادة، تبدأ بصلاة العيد، فهو عبادة. يعني هذا اليوم يوم عبادة. صحيح أن الإنسان يوسع على نفسه وفيه فرح وفيه مثلا لعب وله، لكن كله يكون مباح، هذا هو الأصل. نعم، في دائرة المباح. نعم، في دائرة المباح، يعني ما يطلع عن دائرة المباح. لكن ما قلنا هاي طبيعة الإنسان، يعني بأنه يعني في يشعر أنه أدى الذي عليه، و هاي طبيعة الإنسان. فكذلك في أيام عيد الأضحى، هو مثلا في الأيام العشرة في 9 أيام هذه صام، وصام عرفة، وتلقاه مثلا قرأ قرآن وسبح وصام. فلذلك يرى بعد أنه يعني أنه له الحق أن شيخنا استأذنك معنا الدكتور جابر بن سالم الدعية مرشد الديني في أحد الحملات القطرية. دكتور جابر السلام عليكم، الله يمسك بالخير وتقبل الله طاعتكم. ألو. نعم يا دكتور، السلام عليكم، معك، نحن معك، أنت على الهواء. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا أبو سالم، تقبل الله طاعتكم وكل عام أنتم بخير. الله يبارك فيك، منه ومنك صالح الأعمال وأنتم بخير والسلامة. الحمد لله على التمام والكمال. الحمد لله. كل عام أنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم. منا ومنك صالح الأعمال. دكتور، أنتم الآن في منى ويبدو تستعدون الآن للذهاب إلى المرجم لرمي الجمار لأول أيام التشريق. حدثونا أولا، طمنونا على حجاجكم وعن أدائكم، سير أدائكم للمناسك، وكيف الأجواء عندك يا أبو سالم الآن؟ مرحبا شيخنا، الحمد لله رب العالمين على التيسير وعلى التسهيل. نحن الحمد لله بخير، والأمور الحمد لله تسير كما يعني يراد لها بفضل الله عز وجل، والحجاج كلهم بخير، والأمور الحمد لله رب العالمين منظمة وميسرة بفضل العزيز الحكيم. نحن في أول أيام منها في يوم القر كما يسميه العلماء، لأن الناس يقرون في منى لرمي نبيت في منى ولرمي الجمار يوم التشريق الأول ويوم التشريق الثاني والثالث لمن أراد التأخر. نعم. نحن اليوم يعني في منى ونريد الذهاب لرمي الجمرات في هذا اليوم الأول من أيام التشريق، والحمد لله رب العالمين الناس بخير والأمور تسير كما يراد لها، اللهم لك الحمد. نسأل الله أن يجزيهم خير المنظمين والقائمين على هذا العمل العظيم وعلى خدمة ضيوف بيت الله الكريم. اللهم آمين. والأمور الحمد لله كما قلت لك تسير في المسار الصحيح، اللهم لك الحمد. الحمد لله. دكتور، الآن الجو كيف عندكم الآن؟ يقولون في الظهيرة كان الجو حار، يعني جاءتكم رسائل من
إدارة الحج بعدم خروج الحجاج من مخيماتهم في وقت الظهيرة. يبدو كان الجو حار، الآن كيف الجو عندكم الآن؟ الحمد لله، هو فعلا يعني تنبيه لهذا الأمر يعني حفاظا على صحة الحجاج وعلى راحتهم اللي يخرجوا من الساعة 11 إلى الساعة 4 عصرا. نحن الآن ذاهبون الحمد لله، الجو مناسب جدا، ويعني الأمور الحمد لله رب العالمين كلها تسير كما هو مرتب لها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نحن الآن أبو سالم نحن مع المشاهدين الآن نشاهد الجمرات الآن مباشرة، ويبدو كأن هناك زحام يا أبو سالم يعني في عند المرجم، لكن أنتم كيف استعدادكم وخروجكم؟ تخرجون سويا مع الحملة أم؟ ألو، أي معك يا أبو سالم. نعم، هو الحمد لله على كل حال قد يكون في الذي يرى من بعيد يرى أنه في زحام، لكن في الحقيقة إذا جاء الناس عند حوض الرمي أو حوض الجمرات فإنه الحمد لله فيه سعة والأمور متيسرة الحمد لله رب العالمين. ونحن منبهون حجاجنا أن يعني إحنا في حملة المناسك، نعم، عندنا توجيه لا نذهب إلا سويا يعني أو مجموعات، فإننا نكون يعني على علم بمن يذهب ومن يرجع. نعم، جميل جميل، الله يجزيك خير يا أبو سالم. في ذهاب الناس إلى الجمرات ورجوعهم. نعم، يلا أبو سالم. نعم، موفقين، ونسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال ودعائكم، الله يحفظك. يا مرحبا أبو سالم، حفظكم الله حفظكم الله. شيخنا الشيخ عبد الله، كنتم تتحدثون عن الأعمال الصالحة في هذه الأيام. ينبغي الإنسان ألا يفتر يعني. المباركات، نعم، فهي هذه الأيام الله يسلمك الثلاث اللي هي قلنا ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد، هاي أيام ذكر الله عز وجل، وأن هناك ذكر مقيد وهناك تكبيرات مقيدة، في يعني يدل على أن هذه الأيام ما زالت أيام حج لكي يشعر غير الحاج بهذه الأيام، يعني غير الحاج يشعر بأن هذه الأيام أيام حج. فلذلك يعني الآن لما تصلي أنت مثلا في المسجد تسمع التكبير، فهذه ليست أيام عادية، أيام ذكر، أيام عبادة، أيام طاعة، أيام يعني مباركة في هذا الأشهر الفضيلة اللي أشهر الحرم. فعلى العبد يعني يستمر على ما هو عليه، يعني إذا كان مثلا في عرفة صام ويوم العيد ضحى وصلى صلاة العيد، فعليه أن يستمر على هذا الأمر، يكبر التكبيرات المقيدة اللي بعد الصلوات، ويكبر التكبيرات المطلقة اللي هي يعني إذا تغير الحال، قلنا إذا ركب سيارة، دخل البيت، دخل السوق، يعني يكبر في هذه الأحوال كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. فهذه أيام عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. نعم، هي أيام عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وأيام عيد وفرح وزيارات وتواصل. دكتور إسماعيل، يعني من لم طبعا يكفيه الأمس لزيارة أقاربه، لا سيما يعني الأقارب بالدرجة الأولى، العم الخال، لا زال هناك يعني اليوم غدا بعد غد، كلها أظن يعني المجال فيها مفتوح للزيارة وتعاهدهم وهذا يعني من أولى ما يكون يعني في هذه الأيام الفاضلة، يعني صلة الرحم وزيارة الأقرباء وكذلك الجيران وكذلك يعني الأصدقاء والزملاء. في الحقيقة يجب الحرص على ذلك في أيام العيد، خصوصا في هذه الأزمنة، في هذه الأوقات نحن يعني الدور تباعدت والمدن اتسعت، يعني يمكن سابقا في أول يوم يستطيع الإنسان أن يزور كل من يعرف، لكن الآن لا تستطيع بسبب يعني تباعد الأماكن وتباعد الدور فلذلك يحرص المؤمن على يعني صلة الرحم وزيارة الأصدقاء، وأيضا يجب يكون هناك نوع من التآلف في المجتمع والتراحم، يعني يجب يكون هناك رحمة للضعفاء والمساكين والتفات إليهم وإدخال السرور عليهم وإشعارهم بالعيد. كذلك يعني الأطفال وصغار السن يعني يجب أيضا كذلك يعني
التلطف معهم بالكلام وبالهدية وما شابه ذلك، لأن هذا أيضا من إدخال السرور يعني في 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 العيد، وهو من الأمور المطلوبة، وهذا يعني كما أشرتم حفظكم الله هو نوع من العبادة، هو نوع من العبادة، هو نوع من الشعائر المطلوبة في فترة العيد. إذا من شعيرة العيد التواصل والتراحم والتعاطف، والتعاطف يعني القوي يعطف على الضعيف، الكبير في مقداره ومنزلته يتفقد الضعيف، وكذلك الكبير يعطف على الصغير. فهذا من شعائر هذا اليوم، يعني يجب أن الانتباه والالتفات إلى ذلك، والاستمرار في ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاء الله عز وجل والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل. وأريد أن أشير هنا إلى أن الذكر، لما العلماء يقولون يعني ذكر الله عز وجل، فهناك ذكر يكون في القلب، وهناك ذكر يكون في اللسان، وهناك ذكر يكون في الجوارح. فذكر القلب أن يكون العبد مستحضرا لعظمة الله عز وجل، مستحضرا لكبرياء الله تعالى، مقبلا على الله تعالى بقلبه. فهذا من ذكر القلب، أن لا يغفل عن عظمة الله وسلطانه، فيهاب الإقدام على ما حرم، يستحضر القلب رحمة الله وثوابه ومحبته للمؤمنين، فيكون حريصا على فعل الطاعات والاتصاف بصفات أهل الإيمان. فهذا الذكر القلبي أيضا يعني يجب أن ننتبه إليه. كذلك أما ذكر اللسان فهو المشهور عند الناس، إذا قيل ذكر الله فيتبادر إلى أذهانهم ذكر اللسان، ولكن ذكر اللسان إذا تواطأ معه ذكر القلب كان عظيم النفع وعظيم الثواب. ولذلك قد يجد يقول الإنسان أنا أسبح وأهلل لكن لا أجد لذلك أثرا في حياتي، نقول له لأنه لم يتواطأ اللسان مع القلب، أو لم يتواطأ القلب مع اللسان. وأنت جرب إذا ذكرت الله في أذكار الصباح والمساء، أو ذكرت الله أدبار الصلوات، جرب أن تذكر الله بهدوء وليس باستعجال، وأن تستحضر معاني ما ذكرت. إذا قلت الله أكبر، قلت سبحان الله، قلت الحمد لله، تعرف على هذه المعاني، ما معنى الحمد، ما معنى التسبيح، ما معنى التكبير. وإذا ذكرت الله استحضر هذه المعاني، فلما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا تكررها 33 وأنت مستحضر لمعنى التسبيح، إذا استقر في القلب مقصود هذه الكلمة. نعم. لأن والتكرار أمر مطلوب، وهو أمر تربوي، يعني التربويين دائما يتكلمون عن قضية التكرار، لأن التكرار يرسخ في القلب، والتكرار هذا نجده يعني من الأمور التي أكدت عليها الشريعة، لأن الإنسان والله هو الذي خلقه ويعلم سبحانه ماذا خلق، فالإنسان بطبيعته ينسى ويغفل، فحتى لا يعني يأخذه الشيطان في حال غفلته ونسيانه، إذن هو محتاج إلى تكرار التذكير ليبقى على ما أراده الله سبحانه وتعالى منه. ولذلك الصلوات 5 مرات في اليوم، هذا تكرار وتذكير. الأذكار الصباح والمساء، دخول الخروج، لبس الثوب، لدخول الخلاء، خروج من الخلاء، دخول المسجد. فهذا التكرار هو مقصود في الشريعة لأجل أن لا يبقى للشيطان اختلاسة يختلسها من العبد، وإذا حصل ضعف أو تقصير أو سهو أو غفلة جاء الوقت الذي بعده فيعيد الأمر يعني إلى ما كان عليه. فمعنى ذكر الله أن تذكر الله باللسان وأن يتواطى معه القلب، كذلك ذكر الجوارح يعني أن تكون هذه الجوارح في حالة تعظيم لله واستحضار وموافقة لأمر الله. نعم. أن تكون الجوارح موافقة لأمر الله. لذلك إذا كان شخص جاء وقت الصلاة سمع الأذان ولكنه استمر في نومه واستمر في يعني جلوسه في مجلسه ولم يقم، فالآن هل هو ذاكر لله أو غافل عن الله؟ وغافل، لأنه لم يقم إلى ما أمر الله به، يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، يسمع إقامة الصلاة. نعم. ولكنه لا يقوم إلى المسجد، إذن هذا غفلة. عكس الغفلة الذكر، فمن ذهب إلى المسجد وصلى هو ذاكر لله حقيقة فعليا. إذا جاء أمامه منظر محرم عليه لا يجوز النظر إليه
فأطلق بصره، إذن هذه غفلة عن ذكر الله، لكنه إذا غض صحيح. بصره عما حرم الله إذن هذا تذكر لله وتذكر لأحكام الله. نعم حسنا لك دكتور. أذنت لنا شيخ عبد الله هنا لقطات عدها لنا الأخوة في الإعداد لنزول أمطار الخير على الديار المقدسة، نرى وإياكم بعض هذه اللقطات كان في هذا اليوم. نعم قبل ساعتين تقريبا من الآن كان نزول أمطار في هذا هنا، أظنه هذا منى، كأن هذا صعيد منى يا مشايخ. نعم هذا الرمي. نعم هذا المرمي. نعم هذا المرجم. نعم وهنا نلاحظ هنا نزول كمية من الأمطار، هذا رحمة. من لطف الله سبحانه، رحمة من الله، رحمة نعم. من الله. نعم يخفف عنهم الحرارة سبحان الله. نعم نعم يتقبل منهم صالح الأعمال، يحصل منهم الـ يعني التضحية والصبر، وتأتيهم ويأتيهم الرحمة والتخفيف. الله أكبر الله. فعندهم لا نجتمع الأمرين، نية المجاهدة والمصابرة والتضحية في سبيل الله، وأيضا في الوقت نفسه جاءهم التخفيف سبحان الله. نعم الحمد لله، نتقبل لهم صالح الأعمال. أيها المتابعون الآن أترككم في فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا مع مشايخنا الكرام. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مرحبا بكم أيها المتابعون الأعزاء، عدنا إليكم هنا في الاستديو مع مشايخنا الأجلاء. شيخنا عندي إضافة على قضية صلة الأرحام. صلة الأرحام الآن ميسرة، يعني تواصل اجتماعي الجوال، خاصة مثل الأهل برا البلاد مسافر عنهم، وكان الآن يسوي مكالمة فيديو. نعم كلم هل كلهم هناك، خالتك عمتك أمك أبوك أخوانك كل، واتصل فيهم وبالفيديو يعني. صحيح. فصلة الأرحام سهلة جدا، يعني هو بس إن تكتب رسالة أو اتصال هاتفي، لا اتصال بالفيديو يعني. فقصدي الأمور ميسرة الآن، يعني مو مثل أول، حتى داخل البلد ما تقدر تمر على فلان أو انشغل تتصل فيه، الاتصال يعني في نصف المواجهة، إيه في تواصل. نعم يعني الواحد المفروض ما يعني لا يقصر في هذا، يقول والله ما حصلت وقت أمر على فلان، اتصل فيه يقول والله اسمح لي وعيدكم مبارك ومن العيدين وكذا، لكن أنا ما قدرت أمر عليك يعني. ما سيما الحجاج بعد جميل اتصال بهم، أقول اتصال بالحجاج. أي نعم إيه عندك حد حاجة تتصل فيه صحيح. نعم ومعنا الآن أخونا الشيخ معاذ القاسمي أيضا، وهو من حقيقة يعني الذين الجنود الذين يعني يبذلون جهود كبيرة مع الأخوة في البعثة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. معاذ مساك الله بالخير وتقبل الله طاعتكم، وكل عام أنت بخير. مكتبين في الملاحظات. نعم الشيخ معاذ السلام عليكم. معاذ تسمعني؟ لا أدري إذا كان معاذ يسمعنا. معاذ الآن في منى، ولا أدري يمكن مع زحمة الاتصالات هناك وازدحام الناس، متى ما جهز الاتصال سنعود لأخونا الشيخ معاذ. دكتور إسماعيل ذكرتم لفتة طيبة، ما أدري أنتم ولا الشيخ عبد الله، مسألة التعارف والتآلف في أيام منى، يوم القر الناس مستقرين، ويعني وفعلا أحيانا تجد أناس ربما لم تلتقي بهم من سنوات، أصدقاء قدامى مثلا، ربما تجد مدرس، تجد يعني أستاذ درسك أحيانا، فجميلة يعني تلك اللقاءات في ذلك الصعيد الطيب وأنت. نعم. يعني والله الشيخ يعني في الحقيقة هذا جانب،
وهو أنك في الحج ربما تجد أشخاص منذ فترة طويلة ما رأيتهم أو لم تلتقي فيهم، ولكن أيضا يعني أيضا أمر آخر وهو أن الحاج في فترة الحج يجب أن يحرص على يعني الوصول إلى الأهداف الشرعية. يعني أنا أعرف أن الشرع له حكمة في هذه العبادة، فإذا من المناسب جدا أنني أسعى إلى تحقيق هذه الحكمة. فإذا كان من حكمة الحج أن يحصل بين المسلمين التعارف والاستفادة من بعضهم بعضا، إذا يجب أنا أيضا في الحج أنني لا أقصر في ذلك. يعني إذا لقيت في أي مكان وجدت فرصة والتقيت بأي حاج في الشارع، في الرصيف، في الجمرات، في كذا، أسلم وأتعرف، جميل. أنت من أين؟ أنا من بلدة كذا، إيش أخباركم، إيش علومكم، إيش كذا، شوف أحوال المسلمين في العالم، أحوال المسلمين، نعم، يعني يسأل، جميلة، يتعرف. وأيضا لا بأس بتبادل المعلومات والتحدث في القضايا الفقهية أو التحدث في قضايا المسلمين، جميل، اللي تحصل، جميل. هذا من مقاصد الحج، جميل، أي فلا بد من السعي إلى تحقيقها. أحسنت. دكتور الشيخ معاذ الآن يبدو إن شاء الله يكون الاتصال جاهز. شيخ معاذ من مقر البعثة في ميناء، مساك الله بالخير يا شيخ معاذ. الله يمسيك بالنور والسرور، يا مرحبا يا شيخ يحيى، مسي عليك ومسي على الضيوف الكرام اللي معاك، الشيخ عبد الله والشيخ اسماعيل. الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك، الله يتقبل طاعتكم، وكل عام وانتم بخير يا شيخ معاذ. واطلعونا على الاجواء عندكم الان في ميناء. طبعا ولله الحمد والمنه، يعني اليوم هو خلينا نقول ثاني ايام التشريق، والحمد لله رب العالمين. الحجاج يعني منهم جزء باتوا من امس في ميناء، والجزء الثاني كانوا يتوجهون الى مقار حملاتهم بعد منتصف الليل، واغلبهم الان يعني متواجدين في ميناء لرمي الجماره الثلاثه الصغرى والوسطى والكبرى. امس ولله الحمد والمنه يعني ما واجهنا اي اشكاليه في مساله رمي الجمرات، الحمد لله كانت متيسره. وايضا الحملات ايضا نشكرهم على ترتيبهم وجهودهم حيث ان يطلعون مع ربعهم الحجاج الى الجمرات ثم العوده، بحيث ان تدري منى يعني ما شاء الله مكان كبير وواسع وفي طرقات متشعبه، يمكن يعني الحاج بس ياخذ له لفه غلط ويضيع، لكن الحمد لله رب العالمين كانت الاجراءات بالنسبه لهم جدا ميسره. واليوم ايضا مجموعه كبيره الان بدات ايضا الذهاب الى الجمرات لرمي الجمرات الثلاثه، ونسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال. أماكنهم في ميناء الحمد لله أماكن طيبة، وأنا التقيت بعدد كبير أمس من الحجاج يثنون على الترتيبات صراحة في ميناء، سواء كان من ناحية تجهيز المخيمات، من ناحية أيضا التكييف، من ناحية الترتيب واجتماعهم، تدري يعني أمس كان يوم عيد، فتمشي وتسلم وتعايد، فكانت صراحة أجواء جميلة. نسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمهم الأجر. اللهم آمين. نحن الآن وإياك يعني نشاهد بث مباشر لمرجم ميناء، نشاهد هناك فعلا الشيخ معاذ فيه زحام، لكن هل هناك من توجيه معين مثلا لأصحاب الحملات في الخروج مثلا في أوقات معينة أو كمجموعات؟ طبعا احنا بالنسبة لنا دائما نوجه ان تطلع مجموعات، والمجموعات ما تكون مجموعات كبيرة بحيث ان يتم خلنا نقول السيطرة عليها، وان ما في واحد يضيع من المجموعة الكبيرة، فغالبا نحاول ان احنا نطلعهم في مجموعات صغيره، ونتفادى ايضا وقت الحراره. يعني مثلا خلينا نقول اول العصر، هاي غالب ربعنا نحاول ان احنا ما نطلعهم في هالفتره، بحيث ان الجو يكون مناسب، اللي الواحد اللي ما تصيده ضربه شمس، تدري معانا احنا ايضا مجموعه كبيره من كبار السن من الاباء والامهات، فاحنا نحرص ان قدر الامكان، يعني احنا اخر شيء مثل ما يقولون على بدايه فصل الصيف، الاجواء الحاره صراحه سواء كانت في الفتره الصباحية أو في الفترة المسائية، لكن غالبا نحاول إن شاء الله نخلي إحنا يعني مثل ما يقولون بعد نزول الشمس بشوي نخليهم إن شاء الله يتحركون سلامة على صحتهم وصحة الحجاج كلهم. نعم، الله يجزيكم خير شيخ معاذ، يكتب أجركم على جهودكم المبذولة، يبارك فيكم وترجعوا لنا بالسلامة يا رب. الله يسلمك، جزاكم الله خير، وشاكرين لكم تواصلكم الدائم مع البعثة القطرية لنقل أخبار الحجاج، ونتمنى الله يتقبل منكم ويتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. اللهم آمين، اللهم في حفظ الله. يا شيخ معاذ، شيخنا في دقيقة، هل من كلمة تعليق؟
بس إضافة على كلام الشيخ جزاه الله خير، قضية التعارض وكذا، الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، فالمنافع مهما كان سبحان الله لما تعد لك 30 تقدر تضيف عليها 3/4، تعد 50 تقدر تضيف عليها 3/4، فالمنافع سبحان الله يعني في الحج منافع كثيرة جدا جدا جدا، منها أحد المنافع هذه التعرف المشايخ، ترفع المشايخ والتجارة ورفقة الحج لا تنسى. نعم أنا أشهد، يعني في ناس يقول أنا حجيت وياك سنة كذا، أقول لمدي من 20 سنة. سبحان الله. شيخنا هل من كلمة أخيرة تعقيب؟ الله يبارك فيكم. والله أبدا يعني ليس هناك إلا الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم يعني بخاتمة السعادة، وأن يلطف بإخواننا المسلمين في السودان وفي غزة وفي كل مكان يتعرضون فيه لأذى، نسأل الله عز وجل أن يحقن دماءهم ويداوي جرحاهم ويشفي مرضاهم، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم وينصرهم على عدونا وعدوهم. الله يجزيك خير دكتور إسماعيل، شيخنا الشيخ عبد الله السادة، الله يسلمك يا رب العالمين. شكر موصول لكم أيها المتابعون الكرام على حسن المتابعة، نلتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا